اهلا وسهلا حياكم الله. هلا بالصباح. تفضلوا يا ابد. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا بالصباح. كل الهلا فيكم. تفضلوا يا ابد. تفضل. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. بداياتي بالتصوير طبعا قبل بدايتي انه احكي عن انا متزوج ولدي اطفال 6 اطفال. احكي عن بدايتي بالتصوير. بدايتي بالتصوير تقريبا 1993 بديت التصوير. طبعا انا من عائله فقيره الحمد لله والشكر. والدي كاسب، رجل كبير السن وكاسب متوفي. بديت ب 93 بداية أولية مثل ما أنه سوء التصوير كمحل استوديو بسيط مثل شيء يعني كلش بسيط. والحمد لله والشكر بديت أتطور شوي شوي إلى أن بديت هسه حاليا صاحب مختبر وأجهزة حديثة عندي. المهم التصوير تقريبا صار تقريبا 25 سنة بالتصوير، من بداية الفوتوغراف والاستوديو وتصاعدا إلى هسه أنا صاحب مختبرات معروف على مستوى المحافظة محافظة واسط. المنطقة اللي أسكن بيها هي منطقة الكرامة أنوار الصدر، ولادتي وترعرعت بيها من أنا طفل لحد هسه. صاحب أولاد عندي، أولاد تقريبا واحد مهندس إعلام وواحد مهندس حاسبات، والأفضل الباقيين كليات ووصلتهم كلها من مهنة التصوير. بالنسبة للتصوير أيام السابق كنت معروف يعني على مستوى التصوير، يعني على التصوير الفيديوي، كان قبل فيديوي مناسبات وعراس وهاي، فكنت نحجز يعني حجوزات علي يعني الحمد لله حجوز بالأسبوع 3 مرات 4 مرات، فحجز كان علي. بالنسبة لولدي يعني ولدي ما هسه حاليا ما أتمنى يبقون بالتصوير، لأن التصوير أشوفه يعني مراحلة بدأ ينقرض أو يخوف أو يقل عندنا. اتمنى ولدي يروحون غير مجال التصوير، يعني ما بدي اشجع لان هي اعمال حره، يعني شيء كسبه، يعني مو فد شيء مستقبله، بس مجرد فني. يعني هذا المستقبل مالته، فما في مستقبل انه يعني مثل كموظف او تقاعد. فما اشجع ولدي على هاي المهنه. اريد اني ابقى على هاي المهنه. ولدي لا، اريدهم يروحون غير مجالات، لان هم شباب ولازم يمشون طريقهم. والتصوير بعد ما في مستقبل، يعني مستقبل اللي يقدر يكون له عائلة أو بيت أو سيارة. هسه أغلب الشباب اللي صعدوا يعني ضعيفين الحال، أنا دا أتأسف عليهم وجاي قهر عليهم، لأن دا أشوفهم ما يقدرون يلمون يعني نفسهم. لأن إحنا لا، إحنا كونا نفسنا. كان التصوير في وقتها تصوير خير من الله، يعني كان يعني الوزير مو مثل راتبي أو مو مثل إمكانياتي بذاك الزمن. هسه اختلف، هسه لا، اتجاه تصوير تعبان. افضل انه ولدي يتجهون غير اتجاهات، يروحون على دوائر او من ضمن مجال عمله. اذا هو اعلان يروح بدائره على الاعلام مال الدائره، والمهندس الحاسبات يروح على مهندس حاسبات بدائره. فما افضل يبقى بهاي الاعمال الحره. عندي هاي التيناية تلمت شوية تراب بين يوم ويوم يومين، دائما انظفها خاصة هاي التيناية شوية. الحمد لله والشكر. شوف جلسة العصافير، ابوها على التمور مالتي، النخلة خاف مضروبة، خاف اراد لها علاج اشيكها. يعني هاي عندي الريحان هذا الموجود، الزغزق مثل ما يقول هذا التكي. فعندي طموح يومية الصبح يومية أبوع على الحديقة. هسه هذا الثيل، أحب الأشجار، أحب الخضار بالبيت، من الأكسجين يصير دائما يعني واحد يتمشي الأكسجين. فشو سواني مثلا أقدر أجيب الماكينة مالتي ديش شوية، هاي الماكينة. طبعا هاي الماكينة
شوي يراد لها حد هاي حد هاي الماكينه تقص عدي الثيل. ومرات الصبح اجي انظف لازم افرها بالعكس هيك، شوف مرات اجي انظف براحتي اشوف لين هذا الثيل عالي. هاي الصبح دائما الصبح اتونس بيها، دائما الصبح اتونس بيها. هاي انا حديقه ثانيه عندي هنا مستغلها. ايش اسوي مثلا احفر هذا، احفر هذا، هاي شويه القاع قويه، ايش اسوي؟ الزقها حد لها مثل. شوفها عدلها حتى الماي، هذا النهر اسويه في سبيل شنو؟ الماي يفطر على الاشجار ويجي يتصل هنا، بدل ما مثلا صونده قصيره يمشي الماي هيجي وافتر. ويعني متعلم على هاي يوميه صباحا هيجي مجرد فمتعود. هاي حديقه عندي، حديقه داخليه وحديقه خارجيه. احاول اغسل وجهي. تعرف الحديقة شوية تعب، غشت رجلي وعندل نفسي هالحكي وأبدي أطلع سيارتي برا أبدي أشغلها وتوكل للمحل. تعلمنا هاي الحياة تسموها حياة المتاعب بالنسبة، فلازم نوصل مرحلة أنه الحمد لله نمشي الوكب، يعني ماشي الموكب ومشي الأمور كلها. تعلمنا الجو الحار، درجة الحرارة، طريق الازدحام، تعلمنا كحياة، تعلمنا. أولادنا هم بدأوا يتعلمون، يأخذون مسيرتنا بدأوا يتعلمون مثلنا، فخير من الله ما عندنا شيء بعد. نجي هنا نشوف هاي طبعا الحداثه بالتليجرام، المصورين هسه عندي كلهم على التليجرام، الصور اللي يدزون لي اياها كلها على التليجرام. اول ما افتح التليجرام اشوف منو داز الصور والحجم، طبعا يدز الصور يكتب لي الحجم يكتب لي التفاصيل يكتب. فانا على ذوقه، فهسه اني ناقل الشغل كله هنا عندي بالدي. فمن انقل عن طريقه الفلاش شنو الموجود مثل هنا عندهم، هم اشوف مثلا موجود صور، مثلا لان الصور موجودات يردون احجام او شو اسوي انقلها بالفلاش. انا شو اسوي اذا ابني موجود اعلمه طريقه الطبع او شنو الاعداد او فد شيء. تعال بابا منتظر، احنا عندنا نظام تعديل الوان، فهسه عدل عليهم طين طبع بابا طاهن طبع، وين راح تجي المعلومات؟ راح تجي المعلومات هنا، هاي الحاسبه الثانيه اللي هي وين تنقل للماكينه، تنطي عازل الماكينه تشوف طلع الفولدر انطبع. فاذا تتفضل يا مستر حسن نجي هنا، الماكينه هسه اشتغلت، تشتغل داخل الطباعه. مثلا هسه هنا ايش طابعين احنا؟ طابعين تكابير مثلا، شوف هسه هذا الشاب دا اباوع عليه اني من يطبعون ولدي اشيك وراهم، مثلا خاف اكو خلل بالطباعه، اكو فرق باللون، فرز لون، تفاصيلها مثلا هسه لقطه الاطفال اباوع عليها اشوفها ممتازه. يعني مثل هيك صوره
اقول له بابا نزل لها لون، هاي اسود ابيض هاي بيضه، نزل بعد لها لون وعيد طبعها حتى تصليح، حتى يتعلم مني من خلال الخبره. مثل هذا الحجي، مثل هذا الحجي، اكو تفاصيل حلوه. اذا تجي تحب هنا تجي انسى هاي اللقطه مال الطفل، ممتازه جيد جدا. يعني اكو شغل تجي هنا هسه شلون تطلع صور من الماكينه. يعني هسه انا هنا من انطاني عازل الماكينه، الماكينه اخذت الطباعه، فهنا هذا المنطقه، هاي المنطقه يسموها طابعه تطبع، لان هو هاي عباره عن طابعه، هاي نص الماكينه طابعه بيها رول بيها ورق، تاخذ تاخذ يساعدنا هاي المنطقه القلب مال الماكينه اللي هو يطبع. نجي النص الثاني، النص الثاني اللي هي الحماضه اللي هي الظهر الصور. يعني هو هذا الجهاز عباره عن معمل بس متكامل وليس متجزئ. قبل كانت تجينا المعامل متجزئه، الطابع واحد، الحماضه واحد، الفيلم واحد، هسه لا، هسه دمجوه لان سووا اجهزه حديثه طباعه ليزريه دمجوه. اذا تفضل امي هنا راح تطلع الحجم الكبير يطلع من فوق، الحجم الكبير يطلع من فوق، هذا به مخرجين، مخرج جوه ومخرج فوق. الحجم الكبير يطلع، هسه هو طبع حجم صغير فراح يطلع منه من جوه، راح الجهاز يدفع. شوف هسه راح يدفع باله، انتبه دفع هسه، ايش راح يطلع عندك؟ راح يطلع لك الطباعة. شوف هسه هاي الصورة الأولى طلعت، وراح تطلع الصورة الثانية اللي طبعناها من زين، هاي الثانية طلعت. أبغى أشوف الألوان، أشوف التشيك، فقناتي أشوف، أخلي مجرد. هذا الجهاز عبارة عن طباعة ليزرية حديث بعد 2003 يعني تقريبا جبناه، ماكينة متطورة أحدث من قبل، قبل كانت معقدة. المحل يجي افتح المحل اقول يا الله، وابدي اعدل المحل، ابدي اعدل حاسبتي ماكينتي، اشيك الاغراض اللي موجوده بحاسبتي، الماكينه شنو اللي بيها مثلا نقص او فتشي. يعني اشيك المحل من بدايته من ساسه يوميه صباحا يوميه، واظل استمر انه اشوف حاسبتي. اذا هسه التصوير طبعا جاي يجي كله عن طريق التليجرام، صور ما صور، فاشيك الحاسبه وابدا اقول يا الله. ايام زمان كان العمل بالاسود ابيض، انا من يعني بال 93 تقريبا بالاسود ابيض، مش طبلة، كان الاسود ابيض عباره عن صوره يعني حرفيه جميله جدا، كنا يعني نتمتع بالاسود ابيض. الاسود ابيض كان عباره عن احماض احنا نسويها، بدينا نشتري المواد نسويها بدينا، وناخذ الصوره للشخص اللي يجي نقعده نعدله رتبه، ناخذ له صوره جامع عباره عن نيجاتيف هي يسموها، نشتغلها نفنشها نرتبها نطبعها. كنا نتمتع من نصور بالاسود الابيض، نتمتع يعني من كان يجينا الزبون كان نتونس منه ناخذ صوره لان نبدع بها. هسه الحداثه غيرت يعني من معالم التصوير. هسه اجت بعد 2003 اجت الاجهزه الحديثه بدات تنزل، بدا ينقرض الاسود والابيض، بدا ينقرض الاسود والابيض. فهسه التكنولوجيا وصلت الى مرحله واجهزه حديثه، مثل ما تفضل الاجهزه اللي خلفي، انا حوالي اكثر من 10 اجهزه 11 جهاز منزل، والحمد لله الامور خير من الله. انا بديت هاوي بالتصوير تقريبا ب 93، دز علي الاستاذ الكبير واللي هو استاذي
صباح الجماسي اللي حاليا هو بغداد، دز عليه قال لي تعال تعلم التصوير. انا عندي هوايه للتصوير، هو دز عليه فكملت هوايتي، فبديت اشتغل، بديت اشتغل وبديت ارتب اموري وطورت نفسي من فوتوغرافي الى مصور تلفزيوني الى يعني مصور مناسبات، وبديت احدث كاميراتي وبديت امشي اموري ووصلت مراحل الحمد لله والشكر اللي بعدين طورت نفسي اخذت مختبرات وهسه انا خير من الله بالنسبه لي. هذا محلي تقريبا مفتحه بال94 بالضبط بال94 كنت بي استوديو، استوديو مال تصوير مثل ما فهمتك، كنت اشتغل بالاسود ابيض وبعدها طورته الى مختبر، لان التصوير لازم حداثه لازم تواكب الزمن، منه طورته الى مختبر، والمختبر الحمد لله والشكر المشروع هذا شارع المشروع انعرفت على مستوى المحافظه، مستوى المحافظه، وعندي طموح الحمد لله والشكر، وطموحي على مستوى العراق معروف، فاريد انعرف على مستوى العرب وبعدين على مستوى العالم ان شاء الله اذا الخلاق طيب. هذا عندي الالبوم ذكرياتي محتفظ بيها مع زملاء المصورين طبعا، هنا عند تخرج مالتي من المعهد، يعني معهد تقني، عندي هنا صور اللي كنت اقول لك بيها اللي كانت تسوي دعايات زين بالنسبه لنفسنا ايام الشباب، يعني هنا زملائي الراحلين والطيبين منا كنا ايام التصوير طبعا هاي لقطه مناسبات ماكو ايام اعراس مع اعراس، فهنا شوف الله يرحمه عندي هنا عندي مصور كان شايل لي شو اسمه الفلاش، هنا عندي الصور هنا داخل المحل، شوف ايام المهم عندي هواي يعني عندي هواي يعني تقريبا بصمات بالمحل. بالنسبة للموبايل، الموبايل أثر على التصوير تقريبا 60% أثر على التصوير فوتوغرافي، لأن الموبايل من نزل بعد 2003 أثر يعني كمهن إحنا قلت عندنا هسه اللي هسه مثل الزبون إذا صور صوره فد 100 صورة ما يجي يطبعهن، يعني نادرا يجي يطبعهن كله حفظ بالموبايل، فنسبة الموبايل أثرت علينا. هسه إحنا تقريبا باقين على مثل ما يقول المهنه مالتنا ما نقدر نعوفها، يعني هي تدري بجرونا مثل ما يقول بدمنا، فما نقدر نعوفها، فباقين على تصوير طباعه الكليات والجامعات ومواسم المدارس، فصارت شغلتنا مدارس موسميه، يعني هسه احنا بهذا الوقت اللي هو السابع امتحانات خلصت بدات الناس تسافر تطلع، فاحنا كمهن وحرفيه قاعدين ما عندنا ذاك العمل، نسبه العمل 20%، ومو بس انا اعاني، الاستوديوهات اللي موجوده بالعراق او بواسط بالذات تعبانه. قبل ما كان عندنا مختبر بواسط، ما كان، كنا نجمع الشغل، انا كمعتمد كان عندنا زملائنا معتمدين يجمع الشغل من الاستوديوهات ويشيكه وياخذ البغداد، طبعا قبل ما كنا نسلم الصوره بنفس اليوم، اسبوع يلا تستلم الصوره او اللي ياخذ صوره او ثلاث ايام، فكان الشغل يروح البغداد ينطبع ويكمل ويتشيك ويجي هنا يبدي يوزع، كان عندنا معتمد، بعدين عندنا اصحابنا وزملائنا فتحوا مختبرات وبعدين احنا كملنا عليهم فتحنا مختبرات والحمد لله والشكر. هسه الصوره قام الزبون حتى ما يجي يوصلني، قام يجي كلمه توصيل يجي منها ياخذ الصوره جاهزه مطبوعه مسلفنه مرتبه وتوصل للبيت. قبل بينما الزبون قبل كان ينتظر ثلاث ايام اربع ايام، كان عندنا فيلم همسه ينتظر، كان هسه لا باللحظات وما يجي هو، يعني مثل ما قلت لك يجي معتمد من بياناتنا او توصيل ياخذه، والحمد لله والحداثه تقريبا نهت 80% من هاي الاعمال من شغلنا، بقت 20%. انا هاي المهنه تبقى اخر لحظه بحياتي اللي انا ترعرعت على هاي المهنه، ما اقدر يعني هسه لو يعرضوني اي عمل غير مهنه التصوير والطباعه بالمختبر ما اقدر اعرف، فمعروف انا بالنسبه لي معروف على الحمد لله. بالنسبه لولدي، الولدي هذا الجيل هسه جيل طموحي، يعني لان التصوير لو بيعمل قوي
يقدر يستمر، بس التصوير ما بيعمل قوي. عندي هالسنة 2 مهندسين، يعني واحد خريج إعلام وواحد هندسة حاسبات موجود بيني، فجايين يعني مثل ما يقول يعني هو يحب الشغلة بس يحبها 50%، ما يحبها 100%، جاي مثل ما يقول يقضي وقت في سبيل يمشي أموره، لما الله ييسر أمره ويتعين. جيت يعني عندي شاب، عندي طموح، اريد ابدع، اريد انتج، اريد اخرج فد شيء، لان كان التصوير تقريبا يعني قليلين المصورين واحنا شباب اريد نبرز. فاقول لاستاذي كان صباح الجماز، اقول لاستاذي انا اريد اطلع فد شيء يعني فيدني علمني. قال لي بابا اخذ كاميرتك اطلع شوف يعني مناطق سياحيه، اهوار اثريه كذا. فقمت استاذن منه، انا اشتغل يوم اسبوعيا، فقمت استاذن منه خميس وجمعه. اقول استاذ انا تسمح لي اخذ كاميرتي العده مالتي اللي هو كانت فيلم ملون، واحطه بجنطه وارتب اموري واطلع. كان في ذاك الزمن يعني شوي المواصلات قليله وكذا، فاطلع وين؟ اطلع مثل يوم طلعت الاثار بابل، من السلم دائما مناسبات ابدا اصور اشوف لي مثل فت حركه، فد رجل شيبة، تفاصيل، مثل ما يكون بكانات حلوة، بكانات الأثرية. فأجي كان هو نيجاتيف فيلم، أجي أغسل الفيلم أشوف الأستاذي باوى بي أستاذي بالفيلم، يعني ما يقول لي يعني هو ما يشجعني بس أحس بداخله يقول لي لا بعد أريد منك أفضل، أوكي وهيج زاوية لازم نصلحك وهيج زاوية. المهم بديت أطلع للأهوار، بديت أطلع ورشات مثل محافظات ذاك الزمن السليمانية دهوك، بديت أصور أسوي معارض، أنتج معارض فوتوغرافية حسب الممكن كان عندي، يعني معارض شيء بسيطة كان. وبديت إذا أن وصلت مرحلة أنه أنا شفت نفسي سيطرت على هالشغلات. فمثل ما يقول آخر شيء قمت أنتبه أنه أريد أوصل مرحلة التصوير الفيديوي. قمت شو انتبه على التلفزيون، اشوف اللقطات مال التلفزيون، المخرج شلون دي قطع، شلون الصوره ياخذها، من يا زاويه، من يا ناحيه، ابدي اشتغل. فبديت اطور نفسي شوي شوي، والحمد لله والشكر وصلت الى مرحله انه اني وصلت الهدف اللي تقريبا 80%. ولو استاذ يقول لا تقول اني مصور، لان التصوير نقطه في بحر، ايش قد ما تتعلم انت بعدك بالبدايه. والحمد لله والشكر وصلت انه اشتغلت بايام النظام السابق مصور تلفزيوني مع المخرجين اللي كانوا يصورون والمناسبات في ذاك الوقت، وابا انه الحمد لله والشكر وصلت هاي المرحله. بالنسبه للتصوير يعني هو راح يبقى بهذا، ماكو انا يعني بالنسبه لي هسه يقولوا لي يابا غير مهنتك، اقول لهم والله ما اقدر اغيره. يعني لو هسه لو تجيبوا لي اي هسه لو تعينوني هسه بهالضربة هذا اقول لك ما تعين، لان انا مهنتي بتعلم عليها. عرفت يعني على مستوى محافظة، على مستوى واسط، على مستوى يعني مثل ما أقدر أعرف مهنتي، مهنتي عزيزة عندي، يعني مثل ما يقول تسلي بعروقي بالعامية.
اطمح انه يعني اصل مدير شركه عامه، مش مدير شركه مال تصوير فوتوغرافي. اطمح طموح يعني مختبرات عندي وتعليم وورشات وهذا، هيش طموحي يعني. مو محل صغير، بنايه كبيره، قاعه كبيره ومخليها مختبرات تعليم، افيد الشباب، مختبرات ورشات، يعني اوصل بحيث انا ما احتكر هاي المهنه، حتى غيري يعني انا ما دايم هاي المهنه، غيري يجي يكمل اذا اكو تكمله. فاحنا همين اجينا ما اجينا قبل على المختبرات، تعلمنا يلا اجينا. فانا عندي طموح انه الشباب بواسطه اوصل هيك مراحل. زين؟ وان شاء الله اسوي هذا المعمل.